25 سنة غبطك بطريارك، مرق على عهدك بابويت 50 سنة كأسقف كمينة. بل نعم برا مرة بابوات كسور يوحنا بولس الثاني وبولس السادس والبابا أيضا الراحل يوحنا بولس الثاني ويوحنا 23. يوحنا 23 صحيح صحيح. تذكر شيء بهالتاريخ؟ نعم كلهم بابوات كان لهم التفاتة خاصة إلى لبنان، وهو يصح فيه ما قاله الأخدمون وهو كالوردة بين الأشواك، وإن الشعب الكاثوليكي في الشرق هو قليل بالنسبة إلى العالم الغربي، ولكن الموارنة على الأخص وجميع المواطنون جميع المواطنين لا يزالون متعلقين بإيمانهم، وتعرفون أن في لبنان 18 طائفة وليس كلهم كاثوليك، ولكن على الرغم من كل ذلك فهم يعيشون في محبة وفي آم وفي وئام وفي تضامن فيما بينهم. يوحنا البابا يوحنا 23 كان قبل ما يصير بابا كان سفير بابوي وزار لبنان. هلأ بدو يعملوا لغبطك كمان تكريم 25 سنة على بطرياركيتك. البابا يوحنا بولس الأول كمان مرق بالتاريخ 30 يوم، بعد منه كمان يوحنا بولس الثاني اللي أكتر يمكن رفقته بفترة بطرياركيتك. عندك ذكرى شوي عنه؟ يعني كلما طبعا أتينا إلى روما كنا نأتي نزوره ويستقبلنا بترحاب وبقوة كاملة، وكان يهم لبنان ويستطلع أخبار لبنان منا ومن غيرنا من الناس، وكان له نظر خاص لأن اللبنانيين هم الكاثوليك الذين أظهروا أنهم متعلقون بالكرسي الرسولي منذ زمن بعيد. وزيارته التاريخية للبنان. نعم. نعم زار لبنان وزار سيدة لبنان، ولازال أذكر أن الكثير من اللبنانيين احتفوا به وذهبوا إلى الحريصة واجتمعوا به، وهو أعتقد أنه كان مسرورا لزيارة لبنان واحتك بالشعب ومنحه بركته وشجعه على المحافظة على إيمانه. البابا الحالي قرر بواحد أيار تطويب يوحنا بولس الثاني، شخص تعرفت عليه التقيت فيه عدة مرات بده يصير طباوي. شو عندك هيك شعور؟ طبعا القديسين فيما بيننا، وكان هو طبعا البابا تحمل آلام كثيرة وأصابه المرض وكانت يداه ترتجفان، ولكن رغم كل ذلك فإنه تمكن من أن يكون بابا كبيرا بين الباباوات وأن يثبت الشعب المسيحي في إيمانه وإيمان أبائه وأجداده. والبابا الحالي أيضا كمينة رفقته بهالفترة؟ رفقته بعض الشيء طبعا، كان كاردينالا ولكن عندما أصبح بابا كان يستقبلنا بالاستقبال الأبوي دائما، ونحن نطلب له كل الخير والتوفيق في إدارة الكنيسة. بنهاية لقائنا اليوم نائب رئيس جمهورية البرازيل من أصل لبناني. نعم. يعني رقم 2 كان هو رئيس مجلس النواب. نعم. بالبرازيل في كتير من اللبنانيين متحضرين وحاضرين عملوا تاريخ البرازيل. نعم. ومن هيك بحبوا كمان من غبطك هاللبناني اللي عددهم ملايين. نعم. بالبرازيل كمان كلمة توجيه خصوصي
لها نعم إننا نهنئهم بما أحرزوهم من مكانة، وهذا بجدهم ونشاطهم وكدهم في سبيل غد أفضل، وإننا فخورون بمن تمكنوا من أن يجلوا في الوظائف التي أسندت إليهم. وكما أشرتم إليه، فإن أحدهم قد أصبح نائب رئيس جمهورية البرازيل، وهذا فخر لجميع اللبنانيين الذين هم في لبنان وفي غير لبنان، وإنهم يدعون إلى الله أن يوفقهم جميعا ويوفق من توصلوا إلى شغل مراكز كبيرة، يوفقهم إلى كل خير. السيدة النوبين تنهي وادي النوبين، كل سنة عندك حج بهالوادي، وغبتك تقول إنه الإنسان لازم يتعمد على طريق النوبين، إن كان كهني أسيء في بطاركي. شو هالحج الديني السنوي بهالتاريخ البطاركي؟ طبعا النوبين هي المكان الذي أقام فيه البطاركة مئات السنين، والآن هاجروا هذا المكان ليذهبوا إلى أماكن أخرى. والموارنة البطاركة الموارنة كانوا كالعرب الرحل يتنقلون في الجبل اللبناني من مكان إلى مكان، كانوا في العقورة وكانوا في إليج وكانوا في بلاد جبال إلى أن استقروا في الوادي المقدس. ولذلك أن هذا المقدس، هذا الوادي المقدس والكرسي البطاركي فيه لا يزال محجا لجميع الموارنة الذين يأتون إلى لبنان من الخارج أو من الداخل، ويستذكرون الموارنة الذين جاهدوا في سبيل المحافظة على إيمانهم وإيمان آبائهم وأجدادهم. النوبين ابني هي سيدة النوبين يلي تاريخنا فيها. نعم. يعني حجك السنوي على النوبين تيذكر بتاريخ هالكنيسة المارونية يلي. نعم، ننزل تقريبا كل سنة لنحتفل بعيد السيدة في 15 من آب، ويجتمع بعض من الموارنة هناك، ولكن الوصول إلى الوادي صعب بعض الشيء، فالسيارة تصل هناك ولكن بطريق ضيق جدا، ولا يزال بعض البقية من السكان الذين يعيشون هناك، ولكن مجملهم ذهبوا إلى بلاد بعيدة، أما إلى لبنان حيث يلقون شغلا في جوني أو في بيروت، ومنهم من سافر إلى أبعد إلى أستراليا أو إلى كندا. وهذه هي الحال. نشكر الله على أنه أتانا أن نحافظ على إيمان أبائنا وأجدادنا. هالعمر وهالشيخوخة الطيبة شو سره؟ نحمد الله على أنه أتانا أن نعيش هذه السنوات الطوال، وهذا كرم منه، فمنهم من ذهبوا ولم يعمروا مثل ما أعطانا أن نعمر، ونشكر الله على جميع نعمه، ونسأله أن يوالي علينا نعمة الصحة لنتمم رسالتنا التي انتدبنا لها. نشكرك، نشكر غبطك على حضورك بكنيستنا المارونية كمان، نشكر ربنا على إرسال بطريرك قديس بكنيستنا، قعد على هالكرسي بفخر وتركها، واللبنانيين بفخر كمان بيفتخروا بحضورك. نشكرك نحن، وربنا يعطينا نكمل هالرسالة اللي غبطتك، يعني البطرك اللي بده يكمل كمان يكون على توجيهات. وإذا عندك هيك، ليس لي ما أوجهه إلى البطريرك الذي سيخلفني، إنما طبعا الروح القدس هو يرشده إلى ما يجب أن يقوم به من أعمال، ولكن تعاقب على البطاركية عدد كبير من البطاركة، وكان كل يلقى صعوبات في وقته ويزللها
ليس بقوتي إنما بقوة الله الذي كان يتكل عليه. وإننا ندع طائفتنا بين يدي الله الذي يوجهها ويوجه بطريقتها ومطرناتها وكهنتها وشعبها إلى ما فيه خيرهم وخير مستقبلهم. غبطك رسمني كمان كهنوتي أسقفيتي من غبطه بقى منشين هيك كمان بي يمكن كل هالمطارين الموجودين إجمالا أغلبيتهم يعني هذا عطيات من الله أنه أتانا أن نرقي لدرجة الأسقفية العديد من الكهنة إخواننا الذين أصبحوا مطارنة والذين هم يسوسون الكنيسة بمخافة الله وبحكمته. لغبطك نحن منخد بركة ومنطلب صلاتك ومنطلب بركتك للشعب الماروني، للشعب اللبناني، لهالشعوب المنتشرة بالعالم كله. بنهاية لقائنا حب بس تعطينا بركة لكل هال. نعم، نحن نشكر الشعب الماروني المنتشر في العالم كله ولا سيما في الأمريكيتين، وقد سبق لنا كما أشرنا إليه قد زرنا بعضهم واحتفوا بنا كل الحفاوة. نسأل الله أن يبارككم هم وعيالهم وأن يوفقهم إلى كل خير. Obrigado pela entrevista da nossa patriarca maronita Mar Nasrallah Butrosfer. Ele é patriarca e cardeal dentro da Igreja Católica. Por isso, uma bênção para nós a presença dele, 25 anos da vida dele como patriarca, 50 anos da vida dele como bispo, 61 anos como sacerdote. Por isso, a vida dele, uma vida de bênção, uma vida que nós todos queremos seguir esse passo. Agradecemos a Deus a presença dele em nossa igreja. E boa noite.